الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. التعبير المباشر. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري، يسر لي أمري، حلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم أخوكم عابر أسامة، شاب من ولاية وهران، إطار بالضمان الاجتماعي، ممثل عن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون ترشح وعد، تعهد، التزم ووفى، وقالها بكل إخلاص وصدق: إن ترقية المواطن وترقية الوسط الذي يعيش فيه وتقوية الجبهة الاجتماعية هي من أولوياتنا وصلب اهتماماتنا، وتجسيدا لسياسة ترقية الصحة والتوسعة الاجتماعية التزم السيد عبد المجيد تبون وبموجب مرسوم رئاسي نصب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وفضلا عن التكفل بالعلاج لمرضى السرطان بتاريخ 4 فيفري، ألزم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون آنذاك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل بمرضى السرطان الغير مؤمن لهم اجتماعيا، وهذا ما تجسد بعد 10 أيام، فبتاريخ 15 فيفري 2024، وبمناسبة اليوم الوطني العالمي أقول لمرضى السرطان الأطفال، قسمت أول دفعة من البطاقات الشفاء من الجيل الثاني لهذا المرضى. وإذا تكلمنا عن التكفل الاجتماعي، ففي آخر تجمع للسيد عبد المجيد تبون بولاية وهران في اليوم 11 من هذه الحملة الانتخابية، تعهد بأن الجزائر لم ولن تتنازل عن تضامنها مع الفئات الهشة على غرار المعوزين المتقاعدين ذوي الهمم، المرأة الماكتة في البيت، والمجاهدين، وحتى ذوي الحقوق. وهذا ما يتجسد في الالتزام رقم 43 من آليات تعزيز آليات التكفل الوطني. إذا تكلمنا عن الوطن، نقول لجميع شعوب العالم أنهم لهم أوطان يعيشوا فيها، ونحن لنا الجزائر تعيش فينا. ومن هذا المنظر أندعوكم يوم 7 سبتمبر للتقدم لصناديق الاقتراع، وبقوة لدعم ومساندة مترشحنا الحر السيد عبد المجيد تبون، وهذا ردا على أعداء هذا الوطن الذين نقول لهم: أنتم تنشرون سلبية وطنكم بكل كره وحقد، ونحن ننشر إيجابية وطننا بكل إخلاص وعزم وفخر واعتزاز وحب. من هنا ندعوكم يوم 7 سبتمبر أن تكونوا بقوة، كما قالها الشهيد العقيد عميروش: إن شعب الجزائر ناضج للاستقلال، والثورة ماضية، والثورة ماضية، لأن هذا الشعب يحارب من أجل الاستقلال والجزائر، لا يحارب من أجل عميروش. ونحن اليوم نؤمن ونناضل من أجل أن تستقر الجزائر وأن تستمر الجزائر، نناضل من أجل الجزائر اليوم وغدا وأبدا، نناضل ونؤمن من أجل الجزائر منتصرة. وفي الأخير ما يسعني إلا أن أقول لكم: العزة لله، الكرامة للشعب، الوفاء لهذا الوطن، العزم والإصرار منا نحن الشباب، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا، سلام الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيتها المواطنات أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المتحدث نقار محمد السالم باسم المترشح حسان الشريف عبد العالي. وبمناسبة الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، فإن حركة مجتمع السلم تدعوكم للتصويت على فارسها وفارسكم الأستاذ المهندس حسان الشريف عبد العالي، الذي قدم برنامجا قويا طموحا يخرج الجزائر مما تعرفه من ركود في شتى المجالات إلى مصاف الدول المتقدمة الصاعدة. وأطلق على هذا البرنامج فرصة، وإننا ضيعنا عدة فرص منذ 62 سنة من الاستقلال. وفي هذه الدقائق سأخذ مجموعة من عينات من هذا البرنامج: الطموح وإسقاطه على الواقع. هذا البرنامج الذي نعلق عليه آمال كبيرة بتعهداته 62، فعلى سبيل المثال الحصر القدرة الشرائية للمواطن. فالبرنامج يقدم حلولا واقعية لا ترقيعية، انطلاقا من الإمكانات التي تزخر وتملكها بلدنا الجزائر، أو الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة باتباع طرق علمية مدروسة في رفع الأجور والمنح مثلا، التي تحفظ ماء الوجه للفئات الهشة من الشعب الجزائري، بعيدا عن الحلول الظرفية التي جعلتنا أو التي جعلت بلدنا يتقدم خطوات لكن إلى الخلف مع الأسف. رفع معايير النمو بوجود قانون الاستثمار ووجود بيئة جاذبة أمام النفور للمستثمر الأجنبي والوطني من الاستثمار في الجزائر. ففي ولايتنا تميمون نعاني التأخر، إن لم نقل تخلف، في قطاعات عدة. فمثلا بلدية طلمين نموذجية من حيث جهد المواطن، فهناك رغم الظروف الطبيعية الصعبة حقق الفلاح فائض في اللحوم الحمراء والتمور والخضر، لكن لم يكافأ على ما حققه. فهناك نقص فادح في الطرق بسبب طبيعة المنطقة الرملية، وإن الصرف الصحي كذلك لا يتجاوز 10%، دون الحديث عن المياه الصالحة للشرب وضعف الكهرباء إلى آخره، دون نسيان جارتها بلدية شروين يعيش المواطن في ظروف صعبة بسبب ضعف التيار الكهربائي في درجة الحرارة تزيد عن 50 درجة. فلا يحلم المواطن في هذه البلدية باستعمال المكيف الهوائي أمام ما ذكر. أما الصحة فلا يمكن أن نقول إنها موجودة بأي نسبة، ففي دائرة تنركوك والتي على حوض غازي بها 3 مركبات تنتج يوميا أكثر من 16 مليون متر مكعب من الغاز، فغاز المدينة 0% عند السكان، فأين العدالة؟ المنظومة المصرفية في بلدنا دليل قوي على واقعنا الاقتصادي، فأصبحت العملة الجزائرية لا قيمة لها. يستحي المواطن المخلص الغيور الوقوف أمام مؤسسات الصرافة في العالم ويقدم العملة الوطنية، فأين الخلل؟ وتبقى الأسواق الفوضوية للصرف هي الأبرز والمسيطرة. كما في برنامجنا فرصة إقامة صناعة وطنية للسيارات، والتي نحلم بها منذ عقود من الزمن، فأصبحت السيارة حلم يراود المواطن الجزائري. أيها الشعب الجزائري، إن ثقافة التداول على السلطة واختيار برنامج فرصة للمترشح حسان الشريف عبد العالي يوم 7 سبتمبر 2024 سيكون إن شاء الله الحل الأمثل لإخراج الجزائر من هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة
ولتحقيق الرفاهية والتطور، والتطور لهذا الشعب العظيم، لهذا الشعب العظيم، لهذا الشعب العظيم الذي جاء بثورة أعظم اتخذها أو اتخذتها الكثير من الشعوب في العالم نموذجا لكفاح هذا الاستعمار. فالتصويت على المترشح حسان الشريف عبد العالي وبرنامج فرصة سيكون إن شاء الله المخرج لواقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فعلى المواطن، فعلى المواطن يوم 7 سبتمبر أن يحمي صوته، صوته من التزوير. فهناك الذين يزورون دون أوامر فوقية، هناك من يزورون دون أوامر فوقية، وهناك من يزورون دون أوامر فوقية موجودين بكثرة. فعلى المواطن أن يحمي صوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون ياكو يغدي تبعنا ذاكي ناضي تمورث نالبراني. إذا معكم عمران سيد علي ممثل المرشح للرئاسيات السيد يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية. إن حزب جبهة القوى الاشتراكية ناضل ولا زال يناضل من أجل إقامة ديمقراطية تمثيلية ومواطنة متجدرة في البحث عن التوافق حول المصلحة العامة، ويتحقق ذلك من خلال التزام دائم لصالح حقوق المواطن التي تشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يضع اليوم حزب جبهة القوى الاشتراكية مشاركته على مستوى سياسي واستراتيجي متجانس، يحمل مشروعا اجتماعيا يعيد الأمل ويحمل بكل حزم وقناعة صوت التغيير، الذي يضم في إطارته خبراء ومختصين جمعيين وطنيين معروفين في مجالاتهم وأعضاء نشيطين من كل ولاية الوطن والجالية الجزائرية بالخارج، المجتمع المدني ومواطنين في إعداد مشروعه الرئاسي رؤية للغد. يجدد مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية الرفيق يوسف أوشيش التأكيد على التزامه الثابت بتعزيز الثقافة الجزائرية في خضم ما يحدث من تكالب على الموروث الثقافي الجزائري، مستندا إلى ركائز الثلاثة للهوية الوطنية: الإسلام، العروبة، والأمازيغية. حان الوقت أن تصبح ثقافتنا شعبية متاحة للجميع ومفتوحة على العالم بمختلف طبوعها. الجزائر قارة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بلهجاتها ولباسها ومأكولاتها وعاداتها وتقاليدها بما تحمله من تاريخ من ذهب، مع مكافحة أي شكل من أشكال الأحادية الثقافية والتطرفات سواء كانت هويتية أو دينية. نقترح في برنامجنا بناء مدينة سينمائية لتشجيع الإنتاج الوطني، والذي للأسف لم يرقى إلى المستوى التطلعات مقارنة بالدول الأخرى، حيث من شأن هذه المدن السينمائية جلب المنتجين محليا وعالميا لتطوير صناعة السينما، مع ضرورة إصلاح التشريعات وتسهيل الإجراءات. كما يضيف المترشح يوسف أوشيش أن بناء المدرسة المدينة السينمائية هي مشروع تستهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والأمن القومي، كما تهدف إلى إحياء وترقية الصناعة السينماتوغرافية عن طريق توفير فضاء مفتوح للتصوير يضم مستلزمات الصناعة، فضلا عن إعداد الأيدي العاملة التي تنتظر بفارغ الصبر الفرصة المناسبة. اليوم نعيش نكسة في مجال السينما وتراجع رهيب فيها. كلنا شاهدنا فيلم معركة الجزائر الذي توج بجائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية في عام 1966، كما توجت أيضا بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان بفيلم سنوات الجمر سنة 1975، حيث كانت الجزائر تمتلك في عام 1962 عقب الاستقلال أكثر من 450 قاعة سينما، منهم 50 قاعة في العاصمة الجزائر.
ولكن هذا العدد تراجع بشكل رهيب بداية التسعينات في ظل تراجع الإنتاج السينمائي وبضعة أفلام سنويا. وحسب المترشح للرئاسيات الرفيق يوسف أوشيش، فإن مشروع المدينة السينمائية يعكس اهتمامه بتطوير القطاع الذي لا يحدث إلا بوجود هذه الفضاءات التي ستتيح لأصحاب المشاريع تنفيذ أعمالهم، وهي بمثابة شريان حياة يوفر للمنتجين الجزائريين والأجانب تنفيذ أعمالهم في هذا الفضاء المفتوح، إلى جانب تجهيز الشباب في مجال الديكور والملابس وتسيير الإنتاج، ما سيوفر أيضا فرصا للعمل دون نسيان ترك المجال للقطاع الخاص الذي لديه اهتمام بالاستثمار في هذا المجال. كما أكد المترشح يوسف أوشيش حول ضرورة تعزيز وضع الفنان وحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وذلك بوضع عدة مقترحات لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للفنان وتعزيز مكانته في المجتمع والارتقاء بالممارسة الفنية وضمان استقرار النشاط الفني من خلال وضع نصوص قانونية تسمح باستحداث سوق للعمل مع تقديم الدعم للفنانين. ومنه يحرص المترشح في مشروعه الرئاسي رؤية على وضع قانون أساسي يهتم بتحديد صفة الفنان والتكفل بانشغالاته، وضع آليات لحماية حقوقه مع تحديد التزاماته في إطار ضوابط للعمل الفني، مع استحداث محفزات لنشاطه الفني والارتقاء به. تعزيز اللغات الوطنية العربية والأمازيغية وذلك بحمايتها وترقيتها، حيث تعتبر أساس أي تطور ثقافي واجتماعي واعتراف متبادل بيننا وبين من يختلف عنا في المجتمع تبنيه ثقافات ولغات مختلفة، فهذا الاعتراف هو لب التعايش في المجتمع المدني. أما فيما يخص التراث الجزائري والحرف، يجب إنشاء صندوق تطوير الحرف بتمويل من الدولة. إذن موعدنا في 7 سبتمبر 2024، كيف أن لما لا، وأن المواطن يشعر بالمسؤولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع وتجاه الوطن كله. الجزائر واحدة موحدة. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.